جماعة هارد، الهارد بتاع الكمبيوتر بتاع هالاند ذكي جدا. ليه؟ تخيلوا هالاند واضع بند في عقده مع مانشستر سيتي يسمح له بالمغادرة بعد عامين، يعني في سنة 24 من المان سيتي، ومنح أولوية في عقده أن يروح ريال مدريد بعد 24. شايف؟ شايف الذكاء؟ شايف اللاعب اللي بيلاقي ناس تفكر له؟ لاعب عنده 22 سنة حاطط عقد ببنده، بند في عقده، حاطط بند في عقده أن هو بعد سنتين مع المان سيتي يحق له أنه يمشي للمكان اللي شايفه أفضل، وحاطط أولوية لريال مدريد. شايف الذكاء؟ شايف الذكاء؟ لدرجة ان امريك لابورت وجه رسالة لهالاند بيقول له ايه، انا وقعت على كرات للهاتريك بتاعك اكتر ما وقعت على عقود. اهو شايف؟ اهو قال له انا وقعت على على كور انت جبت بيها هاتريك اكتر ما وقعت على عقود. يا لهوي يا جماعة. طب انا برشلوناوي، قول عايز اروح برشلونة، قول عايز اروح برشلونة. معلش بس عجبني جدا تصريح هالاند عن محمد صلاح. في التصريحات لشبكة سكاي سبورت قال محمد صلاح أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعبت ضدهم، إنه لاعب مذهل، لقد لعبت ضد ليفربول وساديو ماني لاعب جيد جدا. ده هالاند بيشكر جدا في محمد صلاح، وده شيء أسعدني. يعني بما أني بس أخبار هالاند تهمكم فحبيت أجيبها لكم. يعني الناس اللي بتسأل على أوباما بعتالي، أوباما مستمر يا جماعة في نادي الزمالك خلاص الموسم المقبل، ولكن يحتاج إلى عمل كبير جدا 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 جدا. أوباما مستمر في نادي الزمالك الموسم المقبل، وخلاص الموضوع انتهى وقرار نهائي استقر عليه فيريرا مع أمير مرتضى منصور. في لاعب ضمه المقاولين العرب اسمه وشايا جوزيف، مدافع أيسر مازيمبي ومنتخب أوغندا، انضم رسميا للمقاولين العرب. وشايا جوزيف مدافع أيسر مازيمبي أهو مع وكيل أعماله وتيشيرت المقاولين العرب. ده صفقة النهاردة عرفتها، وبيقولوا انه لاعب كويس، كله دلوقتي بيتسابق عشان ينهي الماريكاتو بسرعة، يوم 10 قبل يوم 10، كله عايز ينهي قبل يوم 10 يا سادة يا كرام، كله عايز ينهي قبل يوم 10 يا سادة يا كرام.